من كوفيد هذا سؤال ربي سبحانه نرفع لنا هذا البلاء. احنا كنلعبوا في معركه لازم كل واحد منا عند اليوم الوقت وواجب الحال يقتضي. انتوما شباب احنا بلاش نقول كم شيء هذاك اكيد نهضر عليها من خلالكم إلى كل المحسنين الذين يعني كل يوم يتصلون ويقدمون كل ما لهم من إمكانيات. الحمد لله من خلالكم كذلك فرصة لنا أننا نقدم كل الشكر والامتنان لممارسين طبيين وشبه طبيين والصاهرين على القطاع. هذا من طرف جمعية علماء المسلمين الجزائريين وهذا نصيب ولاية يالما ولله الحمد 20 حقيبة لأجهزة التنفس التي تقدم إلى مرضانا في مستشفياتنا. اليوم استلمنا كمية من أجهزة التنفس محمولة من طرف جمعية علماء المسلمين مكتب ولاية يالما وأنوى بهذه المبادرة الطيبة التي قام بها المكتب الولائي. 20 حقيبة للتنفس صون دي بوزينياك من فضل جمعية علماء المسلمين، كما فتحوا لنا المجال باش يزيدوا يشريوا لنا حوايج خلاف وطلبوا منا قائمة للاحتياجات اللي نسحقوها. هذوما الحقائب الأكسجين يساعدونا في المرضى اللي محتاجين.